السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام. النهاردة وإن شاء الله هنعمل مع بعض لبس المدرسة، ومعايا قماش من الجبردين. ده قماش الجبردين، طبعا بتختاري اللون المناسب ليكي حسب اليونيفورم الخاص بالمدرسة. تمام، في هنا معلومة، البرسل بتاعي بيكون الخياطة بتاعته أو الكلام بتاعه بارز. تمام، البرسل العكسي او اتجاه العكسي عشان الناس اللي ممكن تتلخبط في الالوان بتكون الكتابة مش واضحة خالص. دي معلومة مهمة لازم تعرفيها. انا فردت القماش بتاعي اهو زي ما حضراتكم شايفين، والبرسل على البرسل اهو بالشكل ده، بساويه كويس جدا عشان اخد قياس او طول القطعة من تحت الاول عشان تسهل عليا. طبعا الخطوة اللي بقولها كل مرة، لازم اخد الخط اللي بساوي بيه. تمام، اطبق على 4 عشان يسهل معايا اهو زي ما كل مره بنعمل. اقولكم عشان هنعمل المريله وهنعمل لها الجاكيت بتاعها، فلازم نتابع ونركز كويس جدا. باخد الخط بالشكل ده اهو عشان اساوي بيه القماش بتاعي، واقيس الطول اللي انا عايزاه، طول الجونيلا اللي هتكون في المريله. هقيس كده الطول اللي انا محتاجاه، انا هخليها كده حوالي بالظبط 70، وهبقى اتني تانية كويسة بحيث انه اقدر استخدمه كذا سنة على بعض، لانه في داعي ان انا كل سنة اشتري يونيفورم جديد. كده طول الجنينة اللي انا عايزاها اخدتها طويلة عشان اتني تانية كويسة. تمام، يبقى ده الجزء اللي هو الخاص بالجونيلا، ده كده الجزء الخاص بالجونيلا اهو على عرض القماش كله، على عرض القماش كله، بحيث ان انا اعمل الكسرات بتاعتي او الكلونات بتاعتي على قد المريله. تمام، طيب كده خلاص الجزء ده اهو. هاخد بقى الجزء العلوي زي ما هو مطبق كده على 4. تمام، هنا القصة انت اللي بتتحكمي فيها، انت اللي بتحددي اختيارك للقصة اللي انت عايزاها. تمام، طيب باخد دلوقتي اهو القياس بتاعي ده كده لغاية طول الوسط اهو، من اول هنا لغاية هنا اخدت 35 سنتي عشان اعمل حسابي لكل القياسات. تمام، وهبتدي بقى بايه، بنص عرض الظهر دايما بقول عليه، هنا 17 سنتي، خليها كمان 18 علشان انا القماش الجبردين ده ما فيهوش لكره، فلازم يبقى واسع شويه. تمام، وبنزل هنا نص المسافه دي بقسمها بالنص، ال 35 سنتي دي كده بقسمها بالنص، او بنزل بنفس القياس اللي انا اخدته ده. تمام، هي هياها، انزل برده 18 سنتي كده. تمام، وقلنا نعمل 4 اصابع بالشكل ده كده اهو، وناخد الدوران بتاعنا زي ما بنعمل كل مرة. تمام، وبنزل على نفس المحاذاة كده بنفس الطريقة بالشكل ده. حاولي يكون يونيفورم المدرسة، ما يكونش تقليدي، ما يكونش شيء يضايق الاطفال. الجزء ده هيتعمل جيوب، بتعمل اي حاجة، كولا، زي ما انت عايزة، ما فيش حاجة بتترمي. تمام، طيب هنا دوران الرقبة اهو 7 سنتي، او خليها 8 سنتي عشان يكون شكلها مفتوح. تمام، هنا عايزاها مثلثة زي ما انت عايزة، ممكن ننزل كده مثلثة لغاية مثلا 15 سنتي. كويس، 15 سنتي اهي بالشكل ده. تمام، يبقى انا عملت رقبة مثلثة، وبنزل 1.5 سنتي الميل اللي انا دايما بعمله ده كده، الجزء ده كده خلص. تمام، عايزة تعملي تقسيم اعملي، بس طبعا ما بنصحش دايما بالتقسيم عشان ملابس الشتاء، عشان الطفل يتقل تحتها. تمام، طيب هنا رقبة مثلثة امام وظهر عشان تبقوا فاهمين بس الموضوع، امام وظهر. اختيار الموديل دايما يرجع لك، اعمليها مدورة، اعمليها بالياقة، زي ما انت عايزة. تمام، بس لازم طبعا هنعمل بطانة عشان يبقى شكلها حلو كده. خلاص خلصت الجزء العلوي ده طبعا عشان اعمل جاكيت، وعشان اعمل قطعة تانية منها وبنطلون. فيديوهات كتير جاية، تابعوا معانا اول باول. ده طبعا بتبقي محتاجاه علشان تعملي الجيوب او الياقات او اي حاجة، زي ما انا قلتلكوا ما بتترميش. تمام، ده كده الشكل بتاعنا اهو.
وده الجزء الامامي اللي احنا قصيناه مع بعض بالشكل ده، بحيث انه اعمل كالونتين هنا وفي الظهر نفس الحكايه. طيب لازم احدد مكان الكالونات اهو، شايفين كده بعمل علامه في المنتصف بالمارك او بالمقص زي ما انت عايزه، تمام، ان انا احدد بيها طريقه الكالونات بالشكل ده كده، واطبق تاني اهو عشان اعلم علامات في الظهر وفي الامام مره واحده. بالشكل ده كده يبقى انا عملت العلامات بتاعتي في الظهر نفس الحكايه. عايزه تعملي بطانه اعملي، عايزه تعملي سجاف اهو، اروح مرجعه الجزء ده تاني، واخده قطعه القماش وقلت لكم مش هنرميها اهي بالشكل ده برضو على الناحيه المقفوله بالشكل ده كده، واروح رسمه نفس دوران الرقبه سبعة من 8 سنتي بالشكل ده كده، اشوف المساحه اللي انا اخدتها 5 سنتي 5 سنتي 5 سنتي بالشكل ده، ونتابع عشان الفيديو ده مهم جدا اهو بالشكل ده. التركيب بيكون بالشكل ده كده، بفرد مثلا زي ما حضراتكم شايفين عشان اركب اهو، شايفين السجاف بتاعي بيكون بالشكل ده، وبخيطه وبقلبه على طول على الظهر. هنعمل لايك ونتابع مع بعض عشان نشوف الخياطة. باخد اول قطعة اهي معايا ده كده الظهر زي ما قلنا الطريقة اللي هنعرفهم بيها، وهعمل نفس العلامات اللي انا عملتها في المريضة اهو، هاخد علامة المنتصف بالشكل ده كده، دي علامة النص بالشكل ده كده، ونفس الحكاية هنا اهو، وكمان علامة تانية بالشكل ده. طيب نركز كده واحدة واحدة مع بعض اهو الظهر يا جماعة. طيب باخد علامة النص اهي واروح عاملاها بدبوس، تمام، واخد الطرف اهو واروح عاملاه بدبوس بعيد عن البرسل طبعا. تمام طيب بصوا بقى اهي النقطة اللي بعد كده، هلاقي معايا الجزء ده كله كده متجمع مع بعض، تمام اهو، بروح واخده الجزء ده كده مع الجزء ده بحيث انه اهي العلامة بتاعتي برضو. معلش ان الفيديو طويل، بس انا شايفه انه القناه تعليميه يا جماعه، يعني لازم اشرح كل حاجه بالتفصيل اهو، شايفين ده كده فضل معايا وده كده فضل معايا اهو، تمام، بتروحي مجمعه الجزء ده كده مجمعه الجزء ده كده اهي، دي كده اول كولونه معانا، وطبعا مكانها مظبوط 100% ان شاء الله. ممكن تشتغلي بيها بالوش من الناحيه دي او ممكن الناحيه دي بالعكس زي ما انتوا عايزين اهي، تمام. باخد برضو الدبوس بتاعي اللي انا حطيته هنا واثبته، مش مشكله اخد واحد تاني بالشكل ده، الكالونه معايا مظبوطه جدا جدا، شايفين. طيب يبقى معايا كلونه تانية الناحيه دي بنفس الطريقه، باخد خط الجنب ده كده معايا اهو بالشكل ده، وباخد نقطه المنتصف دي اهي معايا وباخد الزيادة دي اهي
واجمعها على نقطة. لازم تكون المساحة مظبوطة، علشان ممكن تكوني شاطرة في الخياطة بس ما بتهتميش بالتفاصيل دي، فتتفاجئي فات مش مظبوطة، وفي فرق ما بين الكالونات وبعضها اهو. تمام، زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده كده، هتلاقي ان المسافة مظبوطة، الجزء ده مظبوط، الجزء ده مظبوط، وهكذا. هنتابع فيديو خياطة ان شاء الله، نتابع مع بعض عشان نشوف السجاف بتاع الرقبة السبعة دي. بشكركم جدا وارجو المتابعة، وان شاء الله تشوفوا فيديو خياطة. ما تنسوش التعليق، بشكركم.